يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 29، الصغرى 18، الإسكندرية 27، 20، مطروح 26، 21، بورسعيد 27-23، الإسماعيلية 30-17، ننتقل إلى السويس 30-19، العريش 28-15، طابة 27-16، شرم الشيخ 31-22، الغردقة 32-20. أما في الأقصر فالعظمى 32، الصغرى 16، أسوان 33-18، الوادي الجديد 30-15، حلايب 30-22، وأخيرا شلاتين 32-23. والآن أستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.